تكنوز. في تكنوز لليوم مش نحكيه على اقتراب موعد وصول النسخة المحدثة من منصة الألعاب البلاي ستيشن 4 اللي تكون شركة سوني بإنتاجها وفقا لبيان صحفي صادر عن موزع الألعاب الفرنسي إنليك. أضاف المصدر أن المنصة المحدثة واللي تحمل الاسم الرمزي نيو 4K أو الاسم الرمزي بيس 4K ضمن مجتمع المطورين توصل إلى الأسواق خلال نصف الأول من السنة المالية لشركة سوني واللي تبدأ من شهر أبريل إلى شهر سبتمبر 2016. أشار موقع مجتمع محبي الألعاب IGN بأن موعد إطلاق النسخة الأحدث من منصة الألعاب يأتي قبل إطلاق الشركة لنظارة الواقع الافتراضي بلاي ستيشن في آر. وذكر موقع الألعاب جينت بوم أنه ابتداء من أكتوبر تصدر ألعاب البلاي ستيشن 4 مع نمط البيز مود للنموذج الحالي ومع نمط النيو مود للنموذج المحدث. هذا معنا في تكنوز لليوم، متابعة طيبة. تكنوز.